FM. الكلمة ليك. يعني تو كي نشوفوا سي عبد الرحيم الزواري توا مترشح للرئاسة، سؤالي أنا ماذا بيا نعمل معه مناظرة، نعمل معه مقابلة، معناتها خلينا نحكي معاه كمواطن مش كيف نطلبها منه في الديريكت. نطلبها منه في الديريكت. إيه نحب نقول له سي عبد الرحيم أنت شديت السلطة أكثر من 25 سنة، كنت أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي اللي زيف الانتخابات، ناس تشراوا وتباعوا وفرضوا الولاءات خاصة على المستضعفين وعلى المحتاجين على حساب قناعاتهم وعلى حساب مبادئهم. اليوم وقت اللي الشعب التونسي قرر الفصل مع النظام السابق والقياديين اللي فيه، كنت ننتظر منك ساعة قبل كل شيء أنك تقدم اعتذار، تقدم اعتذار لهالشعب هذايا العظيم اللي يمكن باش ياخذ جايزة نوبل للتسامح. باش نقول لك هالشعب هذايا الكبير مش كملها لحظة بك عايش خويا كلمة سي عبد الرحيم الزواري، ونقول له كنت ننتظر منك أنك تحيي الشعب التونسي وتقول له أنا نعترف لك بالهفوات متاعي ونعترف لك بالغلطات متاعي ونقدم لك الاعتذار ونحط روحي بذمتك لو تقرر أن نكون خديمك. الكلمة ليك.